بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والاه. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في جامعة إقليم سبع. نرحب بالإخوة الحاضرين من الأكاديميين والباحثين والموجهين والمهتمين بالجانب التربوي لحضور هذه الورشة العلمية التربوية التي ستتناول التغييرات التي أحدثها الحوثي في المناهج التعليمية متجاهلا ومتجاوزا الثوابت الوطنية والمعايير العلمية لصياغة المناهج التعليمية والأسس التي تبنى عليها المناهج. وحرصا من جامعة إقليم سبع في دورها في خدمة المجتمع وفي تناول مثل هذه القضايا العلمية، حرصنا على أن نستضيف مجموعة من المتخصصين والأكاديميين للوقوف على التغييرات التي أحدثها الحوثي وجمعها وتحليلها وتشخيصها والخروج بمعالجات وتوصيات ومقترحات للمواجهة. طبعا هذا الاعتداء السافر على المناهج التعليمية، وكلنا يعلم أهمية المناهج التعليمية. المناهج التعليمية هي المنوط بها صياغة الشخصية اليمنية وصياغة الشخصية الوطنية اليمنية والعربية والإسلامية. طبعا هذه الورشة إن شاء الله ستتناول مجموعة من المحاور. هذه المحاور ستتناول جمع التغييرات والتعديلات التي أحدثها الحوثي في المناهج، تحليل التغييرات إلى عناصر ومجالات، تشخيص مظاهر وأسباب وأضرار تعديلات المناهج. في الأخير سيكون هناك إن شاء الله حلول وأفكار لمواجهة استهداف الحوثي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. في البداية نرحب بالجميع في هذه الورشة، وعندي في اللغة العربية في مناهج اللغة العربية تحليل وللكتب المحرفة التي أدخل عليها الحوثي تعديلات وتغييرات تحمل دلالات، وسنبدأ ببعض التغييرات ثم نعطي نبذة عن ما وراء هذه التحليلات أو تحليل دلالات هذا التحليل أو هذا التغيير. أولاً لكتاب الصف الأول الابتدائي، هذا الذي أمامكم الآن، الصف الأول الابتدائي، هذا الكتاب الجزء الثاني للقراءة. من صفحة الغلاف الخارجي اللون، هذا الكتاب الأول، هذا الكتاب السابق. ما الفرق بين اللون؟ اللون مختلف، وهو لون الجماعة الإنقلابية الأخضر. لو تفتح صفحات الكتاب الأول وصفحات الكتاب الجديد كلها باللون الأخضر، كلها باللون الأخضر. هذه الأولى. ثانية، في الصفحة الثانية التي تلي الغلاف أضيف إلى فريق التعديل والمراجعة اسم جديد، هو الأستاذ ضيف الله حسين التريب. هذا الشخص هو الذي أدخل هذه التعديلات، ضيف الله حسين التريب. هذا الشخص هو الذي أضيف إلى فريق التعديل. لو تلاحظوا معي هذا الكتاب القديم لا يوجد له اسم، وهذا الكتاب الجديد المطبوع عند الحوثيين برعاية اليونيسيف، ضيف الله حسين التريب. هذه الأولى. الثانية، في الصفحة التي تليها صفحة 2 حذفت أسماء أعضاء اللجنة العليا للمناهج، حذفت نهائيا، لم يبقى إلا النشيد الوطني. في الصفحة التي تليها تغيير التقديم بشكل كامل وتضمينه الظروف المحيطة، تقديم الكتاب، تقديم الوزير. في الكتاب الأول لو تقارن تحت توقيع الدكتور عبد الرزاق الأشول، هذا الكتاب الجديد لم يضع الوزير الحوثي اسمه، لكنه غير التقديم نهائيا، غيره تغيير جذري، أضاف له الأحوال المحيطة بالوضع وباليمن، وأضاف له هذه الأمور. في الكتاب في المحتوى الحوثي له عقدة مع شيء اسمه عمر. في الكتاب الصف الأول مكتوب أو وضع من خبراء لدلالة الحرف
فمثلا حرف الميم في وسط الكلمة أعطوا مثال عمر. عمر الأخوة هؤلاء الانقلابيين لهم مشكلة مع من؟ مع عمر. حولوا عمر إلى محمود، حذفوا اسم عمر وحولوا إلى محمود في عدة مواضع، في صفحة 23، في صفحة 24، في صفحة 25 ثلاث مرات. نضع ندخل الآن في قصيدة مضمنة في الكتاب الأول لتعليم الحروف في صفحة 57. في صفحة 57 وضعت أو وضع ضيف الله التريب، هو شاعر، هو شاعر يظهر في قناة المسيرة، يظهر في هو هذا الإنسان، هذا الشخص وضع لمساته في هذه القصيدة، ووضع يعني أفكار عنصرية حوثية، أفكار طائفية لا تمت للمنهج ولا تمت للحروف العربية بصلة. سنسرد بعضها. مثلا في الكتاب الجديد يقول، في كتاب المطبوع ألف، في الكتاب القديم الألف هو ألف أرنب يجري يلعب، هنا ألف أسد أكل الثعلب. في الثاني باء، باء بطة، في الكتاب القديم باء بطة، باضت بيضة. اسم يتعلم الطالب الحرف الباء في عدة كلمات متراتبة، هنا قال باء بدر، باء بدر بث النورا. من هو هذا البدر؟ أنتم تعرفونه؟ نعم. في مثلا في حرف الجيم، في حرف الجيم في السابق قال جيم جامع، جيم جامع، يا أحباب هيا نصلي للوهاب. في الجيم عند الإنقلابيين جيم جيش، جيم جيش يحمي الثورة وبلادي تحيا منصورة. في حرف السين، في السين في السابق يقول سين ساعة، سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. عند أولئك سين سيف للأبطال، سين نعم، سين سيف للأبطال فيه العزة أو فيه العزة للأجيال. في حرف الضاد يقول في القديم ضاد ضاد ضابط، لهم مشكلة مع الضباط، ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني. هنا يقول ضاد ضيف أكرمناه بالترحيب استقبلناه. أما هنا ففي حرف العين يقول عين عامر يخشى الله، هم لا يحبون من يخشى الله، عين عامر يخشى الله لا يعبد إلا إياه. هنا يقول عين عمار نادانا، عين عمار نادانا والأقصى يشكو العدوانا. نصل إلى حرف اللام، لام لحم يبني جسمي قبل الأكل منه أسمي. هذا الحرف، هذا اللام القديم، اسمع لللام الجديد، لام لهب في أوطاني تحرق أو يحرق أو أذناب الطغيان. في حرف النون، نون النهر النهر النيل وهو كريم غير بخيل. هنا في النون عند الإنقلابيين نون نصر حققناه والغازي قد أحرقناه. شكرا جزيلا للأستاذ الموجه الأستاذ علي مطير على هذا التوضيح، والذي كلنا نشعر به وبأهمية ما درى على المناهج يعني من خلل. لفتة بسيطة فيما ذكر ضيف الله التريب الذي يضيف إلى لجنة المناهج، هو أحد أبناء مديرية رازح محافظة صعدة، من أوائل الشباب المنضمين لتيار الشباب المؤمن في منتصف التسعينات. التحق في جامعة صنعاء في العام 2009 ببرنامج ماجستير، لكنه لم يواكب استكمال الدراسة نتيجة الانشغال الجبهات في ذلك الوقت بالنسبة لهم داخل صعدة، وآثر ترك مواصلة التعليم العالي آثر يعني الانشغال بهذا العمل يعني الذي يخدم الجماعة على التأهيل. لفت بسيطة في موضوع التربية، كان لديه مجموعة أبناء صغار في الابتدائي، الصف الأول ابتدائي، ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي، لم يخرجهم للشارع أو للمدارس يتعلموا. التقيت به وزرته في بيته، لماذا؟ نظرة هكذا أن لا يندمجوا بالمجتمع، وهذه نظرة من ذلك الزمن عام 99 2000
وأنه إذا دخل أولاد بين المدارس أو اختلطوا بالأولاد ستنتقل لهم عادات أو سلوكيات لا يريدها أن تلتصق بهم. عموما إن شاء الله تعالى في المحور القادم يتفضل الدكتور بندر الخدري يتناول لنا استعراض البعد استكمالا. تفضل يا دكتور بندر. التغييرات التي ظهرت في المناهج. أنا أعتقد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبق لنا في حلقة نقاش سابقة أننا قلنا أن ما ركز عليه الإنقلابيون في حملة تغيير المناهج التعليمية في اليمن ركزوا على مادتين أساسيتين، هي مادة اللغة العربية ومادة التربية الإسلامية. وهذا يرجع لعدة عوامل. العوامل الأولى لأهميتها وتأثيرها على جانب الفكر وعلى جانب الثقافة المجتمع. الأمر الآخر لأنهم أيضا لا يمتلكون كوادر مؤهلة في التخصصات الأخرى التي لها اتصال بالجانب العلمي كالفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات، إذ لم يحسب بحسب حلقات النقاش السابقة وحسب اللجان المكلفة أنه تم إجراء تغيير في مادة الرياضيات أو الكيمياء أو الفيزياء أو أي مادة أخرى، بل ركزوا على هذا الجانب. الجانب الآخر أيها الإخوة، من خلال عملية المسح التي أجريت في التغييرات المنهجية لم يكن هدفها التطوير ولم تبنى على آلية علمية، إذ أنه كان من المفترض إذا أردنا إجراء تغييرات علمية أن تعود أن تشكل لجنة بقرار رسمي تقوم بمراجعة إجراء التغييرات اللازمة وتقوم بمراجعة الدراسات العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه التي استهدفت في رسالتها العلمية تحليل المناهج وهي كثيرة، سواء من الجامعات اليمنية صنعاء وعدن وتعز وجامعات أخرى خارجية في السودان وفي مصر، استهدفت التحليل للمناهج العلمية. للأسف الشديد عندما راجعنا التغييرات التي حدثت في المناهج التعليمية لم تبنى على هذه العملية ولم تسر في ذات السياق، فلم يكن التناول تناول في التغييرات المنهجية بإجراءات إدارية صحيحة، هذا أولاً. الأمر الثاني أنها لم تبنى على طرق علمية حديثة كرجوعهم إلى الدراسات السابقة والتي تناولت الأخطاء الإملائية مثلا، تناولت صعوبة المفردات، تناولت التعديلات في المحتوى المقترحات من طلاب الدراسات العليا وغيرهم. الأمر الثاني أنها افتقدت للمهنية المهنية التعليمية، بل للأمانة العلمية. وما ذكره أستاذنا السابق في تناولات للتغييرات التي حدثت في مادة التربية الإسلامية واللغة العربية، حدث فيها غياب معيار الأمانة العلمية، إذ ليس من الأمانة العلمية أن يسند قصيدة قالها فلان وكانت من الحق الأدبي لفلان يتم إضافتها لضيف الله التريب أو لغيره. فالأمانة العلمية تقتضي ألا يحذف اسم أحد. افتقدت أيضا للأدب العلمي والأدب المهني حين يقوم بمراجعة الكتاب كاملا ثلة من نخبة المجتمع ومفكريه ودكاترة اليمن، ويتم استبدالهم واستعاضتهم باثنين من الأساتذة الذي لهم رصيد، لكن ليس من الأدب العلمي وليس من الأدب المهني أن يتم استبعاد هؤلاء، أن يتم حذف القائمة من المراجعين، أن يتم إجراء تغييرات. أنا أقول
ما حدث كان ينبغي بدلا أن يقولوا فريق المراجعة كان المفروض أن يكتبوا خانة ويجعلوا المراجعين كما هم مراجعين منذ قبل ويكتبوا فريق التحريف أو فريق الإضافة أو فريق التبديل. الذي أريد أن أقول أخيرا أيها الإخوة الكرام أن ما حدث من تغييرات منهجية هو يأتي في سياق استكمال أحد أبعاد الإنقلاب وهو الإنقلاب في الحياة الفكرية ولا الحياة العلمية التي حدثت على الساحة اليمنية وهي باعتبار جس نبض. متى ما رأوا أن هنالك يقظة علمية من ذوي التخصص لا يمكن أن يتجرأوا على أن يقولوا شيئا من ذلك. أكتفي بهذا وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. هذا الاستمارة. أيها الأخوة الكرام، قدر اليمنيين أن يواجهوا في هذا الظرف معركة متعددة الأطراف، متعددة الاتجاهات عفواً، عسكرياً وسياسياً وثقافياً، لمواجهة جماعة الحوثي في استراتيجية التجريف وإدار ما تسمى بحرب الديموغرافيا أو زراعة الأرض من جديد، وهذه زراعة مستوردة من حليفتهم إيران. وما يجري في سوريا وفي العراق إلا شاهد حال على ما يسعى إليه الانقلابيون. ولهذا يؤمل من مراكز التنوير والإشعاع الحضاري في المجتمعات أن تقوم بواجبها، وهذه لفتة طيبة تشكر عليها جامعة إقليم سبأ ممثلة برئيس الدكتور محمد القدسي ونائبيه الدكتور مطهر البرضي والدكتور علي الرمال على سعيهم للقيام بواجبهم. هذا واجب على مراكز التنوير ومؤسسات التربية أن تلفت النظر وتدق ناقوس الخطر لهذه الأخطار التي تتهدد الثوابت والعقيدة وما إلى ذلك من المكتسبات الوطنية. عموماً كما سمعتم في المحاور للورشة، والبعض يريد أن نداخل، لكن أرى أن تسجلوا على الأقل ولو بعد المحور الثالث الذي سيتناوله لنا الدكتور القاضي محمد الوكشي، يذكر لنا البعد الشرعي والعقدي في تغيير المناهج، وإذا في إشارة مثلا معينة ممكن تسجلوا النقطة ونتح إن شاء الله مجال للمداخلة. تفضل جي هنا يا قاضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشكرا كثيرا للجامعة على عقد هذه الورشة، وخاصة رئيس الجامعة ونوابه، ونشكر الحاضرين المشاركين إن شاء الله بفعالية على هذا اليقظة لهذا الخطر الداهم. وأنا سأقتصر في البعد الفكري والعقدي في تغيير المناهج الدراسية، وقد جعلت الكلام في هذه الورقة على 5 محاور: مقدمة ومناهج، المحور الأول في المقدمة، الثاني مناهج التعليم في اليمن بين الثبات والتطوير أو التغيير،
الثالث البعد الفكري في تغيير المناهج. الرابع البعد العقدي في تغيير المناهج. ثم ذكرت خلاصة للورقة، فهذه محور الذي سيدور حولها النقاش، وهو الذي يمسها العنوان البعد الفكري والعقدي في تغيير المناهج. فلن أحتاج إلى يعني ذكر المخاطر ولا ذكر التغييرات لأن الإخوة قد ذكروها. ويعني وأريد أن أذكر أن التغيير، نحن الآن نقتصر على التغيير في المناهج، مع أن أركان العملية التعليمية الأساسية لأي تعليم كان هي المعلم والمناهج والطالب، وهذه المدرس تعرفه يعني ما حدث له، يعني هذا يحتاج إلى ورشات يمكن أن يضاف يعني كبعد أكبر، يعني من الضعف الذي طرأ على المعلمين والتعامل معهم، تغييرهم، تبديلهم إلى آخره، كذلك الطالب. فهذه هي حقيقة يعني لتصويرها بشكل كلي يكون واضح، لا يكتفى في مجرد المناهج. صحيح نحن سنركز في هذا الورشة على المناهج، لكن ما طرأ من تغيير فيما يتعلق بالمدرس، فيما يتعلق بالطالب وغير ذلك، لابد من نظرة شاملة حول هذا الموضوع. فالمدرس أصبح فرض نوعية معينة، وطرد أو لوحق أو طفش من أي يعني من لا يعجبه تحت أي تهمة، والطالب تحكم فيه واستبد به وفرض اتجاه واحد عليه، وتجاوز حريته الفكرية وحرية التعلم واحترام عقل هذا الإنسان وبناء فكر شيعي عليه. الأصل في عملية المناهج أنها إذا تغيير يكون تطويري، أما هذا فهو تغيير تدميري، أو بعبارة الذي ذكرها الشيخ الغزالي لما أرادوا أن يطوروا مناهج الأزهر قال هذا تطويح وليس تطوير، يعني طيحوا بالأزهر وليس تطوير الأزهر، وهذا كذلك هو تطويح بالمناهج وليس تطويرا لها. ولا بد من لفت إلى أن المرحلة هذه تحتاج إلى ندوات، دراسات، مراكز أبحاث، مؤتمرات. إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون لجامعة إقليم سبا النصيب الأكبر في يعني في هذا الأمر. أما بالنسبة للمحور الثاني وهو مناهج التعليم في اليمن بين الثبات والتطور، فسأذكر فيها نبذة تاريخي للمناهج وتطويرها، يعني ولو لفتات لأنه صعب الخوض فيها بتفصيل. مقاصد مناهج التعلم: المناهج بين الثبات والتغيير، يعني الثابت والمتغير. طبعا تعرفوا في اليمن كان مناهج الأئمة إلى عصر الإمام، في الحقيقة هي كانت مناهج خاصة ولأشخاص خاصين، ثم في بعد الثورة استيرد المنهج المصري، ومن كان ربما في سننا أول ما جاءوا كانت حتى الكتاب نفسه الجمهورية مصر العربية، يعني بكل أدبياته بكل تفاصيل، يعني قد يكون لا يتناسب حتى مع ظرفنا مجتمعنا عاداتنا، لكن نقلوه من مصر ولا اليمن. ثم بعد ذلك حدثت يقظة وتطوير للمناهج في عصر الوزير عبد الملك الطيب وزير التربية في آنذاك، وقاموا أنشأوا، أنا أعتبر هذه نقلة في يعني جمعت فيه لجنة متخصصة حتى في جانب التربية الإسلامية والعربية من علماء كبار، ولجان أعدت وقاموا فعلوا 5 كتب للتربية الإسلامية، كذا كذا كتاب للغة العربية اهتماما بهذا، وكانت ربما هي ذروة المناهج في تلك الفترة، يعني وهي التي أخرجت الجيل اليمني من أفكار الستينيات والسبعينيات التي كانت يعني فيها النمط أو المد البعثي والاشتراكي والليبرالي والعلماني فيها، وعادت اليمن إلى الوضع الطبيعي له. ثم يعني اختلاف يا إخوة، يعني لابد أن احنا ندرك ما يعني بعض اللي هي إيجابيات وفيها نوع السلبيات مهما كان، يعني ترك أكثر من مناهج نتيجة الموازنة العقلية حق علي عبد الله صالح
الذي موازن بين التيارات والاتجاهات، جعلت يعني هناك مدارس ومعها منهج، وهناك معاهد وبعدها معاهد مختلفة، السلفيين معاهد والإخوان معاهد والحوثيين والفكر الشيعي مع دور، يعني سماها دور العمومي في الحقيقة إيش معاهد، وهناك مراكز وهناك أربطة، ولا يوجد أي رقابة من الوزارة أو وزارة التعليم العالي أو وزارة التعليم على ما عدا ربما نقول المعاهد العلمية باعتبار أنها كانت تتبع الوزارة، ربما فيها نوع على شيء رقابة، أما البقية ما فيش أي رقابة ولا يعني أي مراعاة لاختلاف البنية الفكرية التي سيبنى عليها الأولاد هؤلاء أو الأجيال. وهذا طبعا ربما يكون من أسباب أفق الصراع في عصرنا اليوم، وفعلا اختلاف الإيديولوجيا التي تلقتها الأجيال في المرحلة السابقة، وخاصة أنه إذا لم يلاحظ فيها المدرس، لأنه بعض الأحيان يا إخوة المنهج حتى ولو وضعت منهج جيد إذا كان بمدرس فاجر فإنه يستطيع أنه إيش يحول ويحور هذه المعاني للاتجاهات والأبعاد الذي يريد يعني. ثم بعد يعني مع العلم طبعا بدر الدين الحوثي آنذاك، أبو حسين بدر الدين الحوثي في المرحلة تلك في صعدة كان أتباعهم يمنعونهم من التعليم بعد الصف السادس، يعني لا صف السادس بس حين يستطيع يقرأ أو يكتب يقول له ما بعدها خلاص يكفيك وتقرأ التشهد، تستطيع كيف تقرأ القرآن، أما الآن ما تقرأ لي، تقرأ لي المناهج الوهية وعداوة آل البيت والنصب إلى آخره، وكان يمنعوا الأطفال أصلا من الدراسة ويعني ويدفعه إلى العمل في أي مجال من المجالات يعني. ثم جاء الاتجاه إلى توحيد المناهج، يعني بإلغاء المعاهد الذي جرت في عصر علي عبد الله الصالح، لكن لا الاختيار الأجود، ولكن بناء على خلفية سياسية، لا اختيار وفق أسس معرفية ورؤى فكرية، بل يعني تم انتخاب الأدنى، اختيار إيش الأقل المناهج التعليمية هذه كانت موجودة، ثم أضافوا إليها إيش بدون أسس بدون قواعد بدون ضوابط معيارية، وقاموا إيش في آخر مرة يوم صعد با جمال إلى البرلمان وزير رئيس الوزراء وقال لابد من تخفيف الجرعة الدينية بسبب ضغوطات خارجية بهدف الإلغاء، بدل ما كان 5 كتب أصبحن يعني يشبهن كتاب إيش كتاب واحد يعني. وأنا أقول أن هذا التغيير الذي حدث هو الذي فعلا ربما ترك فجوات فكرية، فجوات في الذهن، أو بعبارة جعل يعني لا يوجد هناك تشبع ولا يوجد في ذهن الطالب تحصين من أي أفكار، بل أصبح فراغات وفجوات أتاحت فرصة للإضافة. شكرا جزيلا القاضي محمد الوكشي.